برضو في نقطة برضو مثارة الفترة ديت في ظل العنوسة اللي موجودة وتعاني منها البعض، هل تدخل التي لم تتزوج الجنة باعتبارها شهيدة إذا ماتت؟ واحنا طبعا لما ده نشر بالفعل على موقع الدار، وده مستند لكلام اهل العلم في هذا الصدد، لكنه سياقه او موطنه في الحقيقه في بنت يعني ظلت فتره طويله من الزمن حتى اصابتها العنوسه، وربما ما بعد العنوسه لم تتزوج، لكن هي كانت تريد الزواج، ولم يتقدم اليها احد، اه أو تقدم إليها ويمشي. في الحقيقة هذا المعنى اللي هو موجود يؤدي إلى شدة، أو يؤدي إلى أن الست تيأس، تقنط، يعني عندها ضرر معنوي في الداخل، اه حس بألم، آه. ألم داخلي، فهي في مرحلة مكسور خاطرها، مكسور جناحها زي ما بيقولوا، حاجات في الطريقة. مرحلة تشبه المرحلة اللي بيعيشها الإنسان، اللي هو يكون مثلا على سبيل المثال في مريض كورونا. مريض كورونا ده لما بيصاب بهذا المرض ويوصل مرحلة معينة بيصاب شيء داخلي في مرحلة شدة. لما تقيس على المبطون اللي عنده مثلا استسقاء، اللي عنده كذا، وأشرف على الموت، زي اللي كان عنده كانسر، زي الغريق، أنت تقصد أنها في الشدة. حالة الشدة هذه حالة المعنى الداخلي الذي عندها، النفساني ده بس مع صبر. مع صبرها هي صابرة وتقول والله هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ومحتسبة ومحتسبة وراضية بذلك وقانعة. مظبوط. فنحن في هذه الحالة بنبشرها بوفق كلام العلماء الذين استنبطوه من الأدلة الشرعية، بأن هذا الصبر مع هذه الشدة الحاصلة وهذا الرضا في مكافأة بقى، سيؤدي إلى أن الله يكافئك بمعنى أكبر، لكن لا ينسحب على هذه البنت اللي هي بيجي لها أزواج الأكفاء وغيره، وبعدين تقول لا ده أنا هنستنى لغاية مش هتجوز يعني. لا، ده معنى آخر، ده هذا له معنى لكن آخر. لكن كلمة الشهادة دي أو رتبة الشهيدة دي طريق بالأولى. للأولى التي صبرت والتي لم يكن شيء بيدها. طيب بعدين سيادتك، على سبيل الشهادة احنا لقينا سيولة في إطلاق هذا التعبير أو هذا الوصف، هل في فروق؟ هو طبعا الشهيد، احنا ما نقصدش الشهيد بالمعنى الحقيقي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قصد به في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. هذه رتبة عالية جدا، دي رتبة الجهاد، ده رتبة الجهاد، القتال ضد الأعداء، ضد الإرهابيين، رتبة الجندي الذي يدافع عن الحدود. لأن هذا الجندي أيضا في مرحلة شدة كبيرة جدا، ما بين عوامل داخلية عنده في أنه خلفه أولاد، وخلفه أم، وخلفه أب، وخلفه أهله، وهذه رتبة، وعنده الوطن، وعنده الدين، فهو عندما يقدم على عملية الاستشهاد على هذا النحو يجود بالنفس، فبيجود بنفسه، فهو في مرحلة عظيمة جدا، ولذلك كانت رتبته أعلى. بنتدرج بقى مع ما يتفق مع هذا المعنى، في ناس كثيرة جدا يصاب هذا، زي شهداء الجيش الأبيض اللي هو الأطباء والممرضين، الأطباء الذين كانوا يعالجون واستشهدوا وأصابهم، والذي توفي بكورونا وإحنا أصدرنا فتوى بذلك، والمبطون الذي أصيب بمرض في البطن، والذي أصيب بطاعون، والذي انهدم عليه جدار الغرقى والحرقى والهدمة، يعني الذي مات غريقا، والذي مات في تحت جدار، انهدم عليه جدار، زي الناس اللي هي بتجي في بعض البيوت كده بتبص تلاقي البيت نزل. هذا شهيد، ما هو عانى بشده، هو مزبوط. لم يمت هذه الميته التي يعني بيموتها الانسان الطبيعي. هل الاطفال اذا توفوا فهم شهداء؟ الطفل هذا لم يكلف بعد، ولذلك هذا له يعني لم ياتي عليه، لم يجر عليه القلم كما يقولون، ولذلك هو لا يسال امام الله سبحانه وتعالى. التكليف انما هو للعاقل، لمن أدرك، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لي أقيم الصلاة فيقول لي افعل، هذا الكلام متى أحاسب عليه أنا كإنسان؟ أقيم الصلاة أحاسب عليه لما أفهم الخطاب،